السلام عليكم طلابنا الأعزاء بجامعة الجامعة الذكية، معكم دينا سمير الوقاد. أهلا بكم في المحاضرة الرابعة للمنهج الخاص بالمقرر Introduction to Economics، مدخل إلى علم الاقتصاد، والتي تتحدث عن Market Equilibrium أو اتزان السوق. يعني إيه Market Equilibrium أو يعني إيه اتزان السوق؟ Market Equilibrium is a situation where quantity demanded and the quantity supplied are equal and there is no price or quantity to change. احنا دلوقتي اخدنا في المحاضرة رقم 3 والمحاضرة رقم 2 والمحاضرة رقم 3 الديماند والسبلاي، الطلب والعرض، واخدنا ان منحنى الطلب بيكون downward sloping ومنحنى العرض upward sloping. لو جينا عملنا ميرج لمنحنى الطلب ومنحنى العرض مع بعض في كيرف واحد، هنلاقي ان البوينت اوف انترسكشن هي الاكوريبيوم، هي الاتزان اللي بيكون عندها الكوانتيتي ديماندد ايكوال الكوانتيتي سبلاي. فمعنى الماركت اكوريبيوم هي البوينت اللي عندها الكوانتيتي ديماند ايكوال الكوانتيتي سبلاي، ومن هنا بنحدد الايكوليبيوم برايس اند ايكوليبيوم كوانتيتي. عندها بنحدد الايكوليبيوم برايس سعر التوازن والايكوليبيوم كوانتيتي كميه التوازن. لو بصينا على الكلام ده جرافيكلي، ادي الديماند كيرف داونورد سلوبينج وادي السبلاي كيرف ابورد سلوبينج. البوينت اوف انترسكشن ات بوينت اي هي الانترسكشن بوينت او نقطة التقاطع اللي بيكون عندها الكوانتيتي ديماندد او الكمية المطلوبة بتساوي الكوانتيتي سبلايد الكمية المعروضة، وعندها بيتحدد الاكوليبيوم كوانتيتي. ادي هنا دي الكمية التوازن والإكوليبيوم برايس اللي هو سعر التوازن. أوكي، هو ده حالة الماركت إكوليبيوم. عشان كده إحنا أخدنا الأول الديماند وبعد كده أخدنا السبلاي، بعد كده حطناهم الاتنين مع بعض في جراف واحد وحددنا نقطة التوازن اللي هي الماركت إكوليبيوم اللي عندها الكوانتيتي ديماندد إيكوال الكوانتيتي سبلاي عند البوينت أوف إنترسكشن. فمنها على المحور الرأسي بيتحدد الإكوليبيوم برايس سعر التوازن، وعلى المحور الأفقي بيتحدد الإكوليبيوم كوانتيتي كمية التوازن. ومن هنا إيه الديفينيشن بتاع الإكوليبيوم برايس؟ Equilibrium price is the price at which the quantity demanded equals the quantity supplied. ادي اهي point of intersection، حددنا عندها equilibrium quantity اللي عندها QS equal QD، quantity demanded اللي هي الكمية المطلوبة بتساوي quantity supplied الكمية المعروضة. و equilibrium price اللي تحدد عند ال point of intersection اللي عنده ال quantity demand equal ال quantity supply. فمن هنا أخذنا ال two definitions دول، إن ال equilibrium price is the price at which the quantity demanded equals the quantity supplied، وال equilibrium quantity أو كمية التوازن is the quantity bought and sold at equilibrium price، إن الكمية اللي بتشترى والكمية التي تباع عند سعر التوازن بتاعنا اللي هو البي ستار. أوكي، يبقى الماركت إكوليبيوم هي الـ point of intersection between demand curve and the supply curve at quantity demanded equal quantity supplied and the equilibrium price determined. الـ equilibrium price بيتحدد لما الـ quantity demand equal الـ quantity supply، والإكوليبيوم كوانتيتي هي الكوانتيتي بوت اند سولد ات إكوليبيوم برايس، هي الكوانتيتي اللي يتم بيعها وشرائها عند سعر التوازن. سعر التوازن هو السعر الذي يتم تحديده عندما يكون كمية المطلوبة
انا عايزاكوا قبل ما انا اقول انتوا تكونوا بتجاوبوا، كأنكم بتجاوبوا عليا وانتوا بتسمعوني، عشان كده انا بسيب فاصل شوية، ما بقولش على طول الاجابة. فعشان كده بقول ان سعر التوازن هو السعر اللي بيتحدد عندما يتقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب، عند نقطة التقاطع بيكون الكمية المطلوبة بتساوي الكمية المعروضة. يبقى الـ equilibrium price is determined by the intersection between demand and supply curves at the intersection point quantity demanded equal quantity supplied. اوكي، والـ equilibrium quantity هي الـ quantity potent sold at equilibrium price. لو جينا بصينا هنا على الجراف at 1.50، ده الـ equilibrium price، ان الـ quantity demand ده الـ intersection point اهي الـ equilibrium. لما الـ quantity demand equal الـ quantity supplied equal 10، there is no shortage or surplus، ولا عندي عجز ولا عندي فائض، يعني الكمية المعروضة بتساوي الكمية المطلوبة عند نقطة التقاطع، وبيكون سعر التوازن equilibrium price 1.5 وال quantity demanded equal ال quantity supplied equal ال 10. فهي دي نقطة التوازن، ما عنديش فائض، ما عنديش عجز، ما عنديش surplus أو shortage، surplus فائض shortage عجز، فالبرايس مش محتاج ان هو يتغير، هو متزن عند نقطة الاتزان، عند نقطة الانترسكشن، نقطة التقاطع بين منحنى العرض ومنحنى الطلب، اللي عنده الكمية المطلوبة بتساوي الكمية المعروضة quantity supplied equal quantity demanded equal 10، والبرايس equal equilibrium price equal 1.50. اوكي طيب، دلوقتي لو احنا ما عندناش equilibrium وعندنا disequilibrium او حالة عدم اتزان، ازاي نقدر نرجع تاني لحالة الاتزان؟ عن طريق price. price او السعر بيشتغل as a regulator، وبيحصل price adjustment، السعر بيشتغل كمنظم وبيرجع تاني السعر، بيحصل له تعديل، بيحصل تعديلات، وبنرجع تاني لنقطة الاتزان. فاحنا عندنا حالتين من عدم الاتزان او الديس اكوليبيوم. اول حالة لو كان البرايس اباف الاكوليبيوم برايس، يعني احنا عندنا هنا الاكوليبيوم برايس 1.50. لو البرايس اباف الاكوليبيوم برايس، يعني مثلا عند 2، فهنا هيكون عندي سوربلس. يعني ايه سوربلس؟ يعني فائض. عند هنا السعر 2، لو مشينا كده هنخبط في الديماند كيرف ده عند 10، وهنخبط في السبلاي كيرف عند 15، فكده الكوانتيتي سبلايد اعلى من الكوانتيتي ديماندد. يبقى اول حاله لو انا البرايس بتاعي اباف او اعلى الايكوليبيوم برايس، هيبقى عندي surplus. يعني ايه surplus؟ يعني الـ quantity supply اعلى من الـ quantity demand، يعني الكمية المعروضة اكتر من الكمية المطلوبة. زي ايه الكلام ده؟ زي مثلا لو انا السعر عندي عالي، فبالتالي مفيش ناس كتير هتشتري، فبيبقى عندي في انا عندي محل، المحل ده مثلا بيبيع القلم الواحد ب$50، مفيش حد هيشتري قلم ب$50، فبالتالي هنا الناس مش هتشتري، فنتيجة كده الكوانتيتي سبلايد بتكون أعلى من الكوانتيتي ديماند، الكمية المعروضة بتكون أعلى من الكمية المطلوبة. فعلشان البياع أو صاحب المكتبة اللي بيبيع القلم يبيع أكتر، يعني يتخلص من القلمة دي، هيعمل إيه؟ يبتدي يعمل سيل ويقلل في السعر، فالسعر يقل تاني، ولما السعر يقل الطلب بقى الكمية المطلوبة هتزيد، فبالتالي الكمية المعروضة هتقل، ونرجع تاني لنقطة الاتزان. تمام؟ يبقى تاني انا قلت من الاول خالص معنى الإكوليبيوم يعني الاتزان. امتى بيحصل؟ بيحصل لما يحصل intersection between the demand curve والsupply curve.
at intersection point أو عند نقطة التقاطع بيتساوى الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة، فبيكون الـ quantity supplied equal الـ quantity demanded، فبيتحدد عندها الـ price أو الـ equilibrium price أو سعر الاتزان. عند الـ equilibrium there is no surplus or deficit والprice does not change، مفيش ولا فائض ولا عجز والprice أو السعر ما بيتغيرش. طب إمتى بيحصل فائض أو عجز؟ في حالة الديسإكوليبيوم أو عدم الاتزان. عندي حالتين، أول حالة لو البرايس بتاعنا above الإكوليبيوم برايس، أنا عندي الإكوليبيوم برايس هنا PE، لو البرايس بتاعنا عند B داش فهنا above الإكوليبيوم برايس، بيكون عندي حاجة اسمها surplus اللي عندها بيكون الكوانتيتي سبلاي أعلى من الكوانتيتي ديماند، فكل ده surplus. أنا عندي أهو الإكوليبيوم كوانتيتي QE، عند البي داش الإكوليبيوم الكوانتيتي ديماند QD بتكون أقل من الإكوليبيوم كوانتيتي، والكوانتيتي سبلاي أدي البي داش بيخبط في السبلاي كيرف عند QS اللي أعلى من QE. فأنا لما كنت عند البي داش كان عندي الكوانتيتي سبلاي أعلى من الكوانتيتي ديماند، عندي surplus. طب to restore to the equilibrium، عشان ارجع تاني لنقطة الإكوليبيوم، انا محتاج ايه؟ ثلاث حاجات، ان الـ price decrease to reach to الإكوليبيوم price، اني اقلل السعر من بي داش لبي اي عشان ارجع للإكوليبيوم، الـ quantity demand تزيد عشان توصل للـ QE، والـ quantity supply تقل علشان توصل للـ QE. يعني اللي هو كتير هقلله والقليل هبتدي ان انا ازوده عشان ارجع تاني للإكوليبيوم. اوكي، يبقى اول حالة من الديس إكوليبيوم او عدم الاتزان لما بيكون البرايس أبوف الإكوليبيوم برايس، فبيكون عندي سوربلس. سوربلس يعني فائض، يعني الكوانتيتي سبلاي اعلى من الكوانتيتي ديماند، الكمية المعروضة أكتر من الكمية المطلوبة. فتو ريستور الإكوليبيوم أو عشان أرجع للإكوليبيوم هعمل إيه؟ هقلل من البرايس وإنكريز الكوانتيتي ديماند وديكريز الكوانتيتي سبلاي لغاية ما أوصل للإكوليبيوم بتاعي عند البي ده البي إي والكيو إي. تاني حاجة لو أنا بقى العكس، لو أنا بيلو الإكوليبيوم برايس، لو أنا بيلو الإكوليبيوم برايس يعني تحت هنا عند واحد بدل الإكوليبيوم واحد ونص، هبقى عندي شورتج. يعني إيه شورتج؟ عجز. العجز يعني أنا عندي الكوانتيتي ديماندد أعلى من الكوانتيتي سبلايد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي فاتح محل، عندي في المكتبة مثلا ببيع أقلام، برضو عندي القلم، ببيع القلم الواحد بأقل من سعر التوازن. يعني لو سعر التوازن دولار ونص، أنا ببيعه بنص دولار بس. أوكي، فكده هيبقى عندي طلب كتير ولكن الكمية المعروضة أقل. يعني الناس عايزين 50 قلم الكمية المطلوبة، وأنا ما عنديش في المكتبة غير 20 قلم بس، يبقى الكمية المطلوبة 50 والكمية المعروضة 20، يبقى في عجز عندي بقد إيه؟ الكمية المطلوبة ناقص الكمية المعروضة اللي هو 30 ناقص 20 بإيه؟ 50 ناقص 20 سوري ب30، الكمية المطلوبة 50 الكمية المعروضة 20، يبقى في عجز ب30. تمام، يبقى لو السعر اقل من سعر التوازن بيكون عندي شورتج او عجز، اللي بيكون عندي فيه الكمية المطلوبة الـ QD الـ quantity demanded more than او اعلى من الكمية المعروضة QS الـ quantity supplied. فعشان ارجع للإكوليبيوم الـ price هزوده والـ quantity supply هزودها والـ quantity demand هقللها. تمام، يبقى تاني نصمم بكده كل اللي أنا قلته لغاية دلوقتي، إن الإكوليبيوم نقطة الاتزان. معناها إيه؟ معناها إن أنا عندي الانترسكشن بوينت ما بين السبلاي كيرف والديماند كيرف، بحدد عندها الإكوليبيوم برايس and الإكوليبيوم كوانتيتي. الإكوليبيوم برايس determined by the intersection between الديماند كيرف والسبلاي كيرف.
السعر التوازن بيتحدد عن طريق نقطة التقاطع ما بين منحنى الطلب ومنحنى العرض، واللي عنده بتتحدد نقطة كمية التوازن اللي هي ال equilibrium quantity. ولكن عند نقطة التوازن دي ما عنديش ولا shortage ولا surplus ولا السعر بيتغير. طب امتى بيحصل shortage او surplus؟ في حالة ال disequilibrium او عدم الاتزان. فانا عندي حالتين، يا اما ال price اعلى من ال equilibrium price، ال price more than the equilibrium price، so I have a surplus، هيكون عندي surplus او فائض. surplus معناه ال quantity supplied اعلى من ال quantity demanded. so to restore ال equilibrium، عشان ارجع ال equilibrium محتاجة ان انا decrease ال price، increase ال quantity demand، decrease ال quantity supplied. اوكي، والعكس في حالة ال shortage، لو ال price اقل من ال equilibrium price هيكون عندي shortage او عجز. shortage معناها ال quantity demanded اعلى من ال quantity supplied. so to restore to the equilibrium او عشان ارجع ال equilibrium محتاج اني واحد ازود ال price، اتنين اقلل ال quantity demand، تلاتة ازود من ال quantity supplied لغاية ما اوصل لل equilibrium. يبقى انا كده لغاية دلوقتي شرحت معنى ال equilibrium وازاي بيتحدد ال equilibrium price وال equilibrium quantity وحالة او حالات ال disequilibrium او حالات عدم الاتزان. هما حالتين، يا اما surplus يا اما shortage، وقلنا ازاي بيحصل البرايس بيشتغل كريجيوليتر او بيحصل برايس ادجستمنت ازاي عشان ارجع تاني للإكويليبيوم. اوكي، طيب احنا كده بعد ما عرفنا ازاي بنحدد الماركت إكويليبيوم، ايه بقى اللي بيغير نقطة الاتزان دي؟ ايه اللي بيغير موقعها؟ امتى نقطة الاتزان او الاكوليبيوم بوينت ديت او الاكوليبيوم بوينت دي سواء اكوليبيوم برايس او اكوليبيوم كوانتيتي امتى بتتغير؟ بكل بساطة لو غيرنا الديماند كيرف، يعني الديماند كيرف زاد او قل بس، او السبلاي كيرف زاد او قل بس، او الديماند كيرف والسبلاي كيرف الاتنين اتغيروا. لو اتغيروا ده هيغير الاكوليبيوم ايه بوينت، سواء اكوليبيوم price او equilibrium quantity، لان احنا متفقين هو نقطة الاتزان بتتحدد عن طريق ايه؟ الكيرف بتاع السبلاي والكيرف بتاع الديماند. اول ما يتقاطعوا بتتحدد نقطة الايه؟ الاتزان. فنقطة الاتزان دي ممكن مكانها يتغير امتى؟ لما السبلاي كيرف يتغير او الديماند كيرف يتغير او الاتنين مع بعض يتغيروا في نفس الوقت. هما بيتغيروا على اساس ايه؟ على اساس الفاكتورز اللي احنا شرحناها في اللكتشر رقم 2 و3. مش قلنا ان الفاكتورز اللي بتاثر على الديماند جمعناها في كلمه بوينت، والفاكتورز اللي بتاثر على السبلاي جمعناها في كلمه انستب. اي فاكتور من الفاكتورز دول هيغير الديماند او هيغير السبلاي او اتغير لي الديماند والسبلاي مع بعض هيغير من الايكويليبيوم بوينت، سواء هيغير من الإكوليبيوم برايس أو يغير من الإكوليبيوم كوانتيتي أو يغير من الإكوليبيوم برايس والإكوليبيوم كوانتيتي. نشوف بقى إزاي مع بعض ده هيحصل. هنشوف هنا الـ effects of a change الـ demand or supply، يعني حاجة منهم هي اللي بتتغير. جمعت الإفكت ده أو التأثير ده في تيبل بيلخص إيه اللي هيحصل. أوكي، للإكوليبيوم برايس والإكوليبيوم كوانتيتي لو الديماند بس هو اللي اتغير أو لو السبلاي بس هو اللي اتغير. ده علشان نبقى عارفين سريعا لو جه مثلا question اختياري اختار من choices او true or false ممكن تجاوب عليها سريعا بلل ما تقعد ترسم، وبعد كده هنفهم بقى ليه التأثير ده حصل. السلايد دي بتلخص التأثير.
لو حصل ان الديماند هو اللي اتغير نتيجة اي فاكتورز من الفاكتورز اللي بتأثر على الديماند واللي لخصناهم في كلمة point، وهو ال price of other goods أو related goods، لو كان substitute بتقولنا بتأثر positive، لو كان complement negative، وال outlook أو ال expectations وقلنا بتأثر positively، وال income لو normal good positive، لو inferior good negative relation، وأخدنا ال number of consumers أو population positive، وآخر حاجة ال taste، ال taste لو مع ال product هيخليها إنها تبقى positive relation، لو against the product هتبقى negative relation. هم دول الخمس factors اللي بيأثروا على الديماند اللي أخدناهم وجمعناهم في كلمة point. فلو أي factor فيهم غير الديماند، ده هيأثر على equilibrium price والequilibrium quantity. ازاي؟ الديماند على طول بيبقى positive relation مع الإكوليبيوم برايس والإكوليبيوم كوانتيتي. يعني إيه؟ يعني لو الديماند زاد، الإكوليبيوم برايس والإكوليبيوم كوانتيتي هيزيدوا، ولو الديماند قل، الإكوليبيوم برايس والإكوليبيوم كوانتيتي هيقلوا. فزي ما احنا شايفين هنا، لو التشينج في اللي حصل تشينج في الديماند، والديماند انكريز والسبلاي فيكسد ما اتغيرش، الإكوليبيوم برايس هيزيد والإكوليبيوم كوانتيتي هتزيد. QE الـ E equilibrium، الـ P price والـ Q quantity. لو الـ demand قل والـ supply ثابت، الـ equilibrium price هيقل والـ equilibrium quantity هتقل. اوكي؟ لكن الـ supply، الـ supply بيكون negative relation مع الـ price و positive مع الـ quantity. اوكي؟ يبقى تاني، لو الـ supply اتغير، السبلاي بيكون نيجاتيف مع البرايس وبوزيتيف مع الكوانتيتي. يعني ايه؟ يعني لو السبلاي اتغير لاي سبب من الفاكتور اللي بيأثروا عليه اللي هم جمعناهم في كلمة ان ستيب، ان اللي هي الانبوتس، قلنا البرايس اوف انبوتس بيبقى نيجاتيف ريليشن مع السبلاي، الان النمبر اوف producers او suppliers، الاس ال state of nature بتأثر negative، number of suppliers قلنا بتأثر positive، التي اللي هي التكنولوجي بتأثر positive لو زادت التكنولوجي، والاي ال expected price وقلنا بيأثر negative، وال بي ال price of related good لو substitute بتأثر negatively، لو complement بتأثر positive relation. هما دول ال ايه الفاكتورز اللي بتأثر على السبلاي. فالسبلاي بيبقى بيتناسب طرديا مع الكيو وعكسيا مع البي. يعني لما يزيد السبلاي والديماند ثابت، لما يزيد السبلاي عكسي مع البي، يبقى البرايس هيقل والكوانتيتي هتزيد. لما يقل السبلاي عكسي مع البي، طالما السبلاي قل يبقى البرايس هيزيد، والكيو بيبقى طردي مع السبلاي يعني هيقل زيه. اوكي؟ يبقى ده الملخص لو ايه الافكت على الاكوليبيوم برايس والاكوليبيوم كوانتيتي لو واحد فيهم اتغير، لو السبلاي اتغير او الديماند بس هو اللي اتغير. طب الديماند او السبلاي هيتغيروا على اساس ايه؟ على اساس الفاكتورز اللي احنا اخدناهم في اللكتشرز اللي فاتوا. قلنا الديماند اللي بيأثر عليه الفاكتورز اللي اخذناها في لكتشر 2 اللي متجمعين في كلمة بوينت، والفاكتورز اللي بتأثر على السبلاي اللي اخذناهم في لكتشر 3 المتجمعين في كلمة ان ستيب. لو الديماند هو بس اللي اتغير والسبلاي ثابت، بيتناسب الديماند طردي مع البرايس والإكوليبيوم كوانتيتي. فلو الديماند زاد، إكوليبيوم برايس والإكوليبيوم كوانتيتي هيزيد، لو الديماند قل، إكوليبيوم برايس إكوليبيوم كوانتيتي هيقل. السبلاي بس هو اللي اتغير، فهو بيبقى علاقة طردية مع الكوانتيتي وعكسية مع البرايس. يعني لو السبلاي زاد، البرايس هيقل والكوانتيتي هتزيد، السبلاي قل، البرايس هيزيد والكوانتيتي هتقل. نشوف ده جرافيكلي. لو بصينا هنا، حصل اني انا كنت عند الإكوليبيوم، ادي السبلاي باللون اللبني، الجراف بتاع السبلاي والديماند، الانترسكشن بوينت ان انا عندي الإكوليبيوم كوانتيتي عند ال 10 والإكوليبيوم برايس عند 1.5. حصل اي حاجة زودت من الديماند، مثلا اي حاجة، مثلا زاد البرايس بتاع السبستيتيوت جود، فده زود من الديماند. لما الديماند زاد والشفت عمل شفت تو ذا رايت،
بصوا كده الانترسكشن ما بين السبلاي القديم اللي باللبني ده وما بين النيو ديماند اللي بالبينك، ادي النقطة اهي. الاكوليبيوم برايس بقى 2.5 والاكوليبيوم كوانتيتي بقت 15. يبقى لما الديماند هو زاد حصل ايه؟ equilibrium price زاد من 1.5 ل 2.5 والequilibrium quantity هي كمان زادت من 10 ل 15 as the equilibrium quantity. وده اللي احنا قلناه في التابل، ان الديماند positive relation مع الequilibrium price والequilibrium quantity، ان لما الديماند زاد الequilibrium price والequilibrium quantity زادوا. لو بصينا مثلا لما الديماند هيقل، مثلا هيقل لأي سبب من الأسباب، ممكن إن أنت ال preferences بتاعتك against ال product دي، فأنا كنت عند عادي برضو آدي ال intersection ما بين ال demand curve وال supply curve، فكان ال equilibrium بقى كنت عند equilibrium price 1.5 و equilibrium quantity 10. فلما ال demand قل نتيجة إن ال preferences بتاعتك against ال product دي، فال demand curve shifted to the left. فلما الديماند شفت تو ذا ليفت، بصوا حصل الانترسكشن بوينت الجديده فين؟ ادي السبلاي اهو بتاعنا زي ما هو، الديماند كيرف اهو الجديد اللي لونه بينك. الاكوليبيوم برايس بقى عند 1 والاكوليبيوم كوانتيتي بقت عند 6، الانترسكشن بوينت الجديده اهي. فالاكوليبيوم برايس قل من 1.5 ل 1 والاكوليبيوم كوانتيتي قلت من 10 ل 6. وده اللي احنا قلناه، ان الديماند لما قل الاكوليبيوم كوانتيتي والاكوليبيوم برايس هيقلوا، تمام؟ فانت عارف من قبل ما ترسم ايه اللي هيحصل. اللي انا عايزاكوا تعرفوه طبعا مش هتتسألوا ان انتوا ترسموا او كده، ولكن ممكن يجي الجراف زي ما هو كده وتقول لي فين النيو اكوليبيوم بوينت، ايه الاكوليبيوم برايس بقى بيساوي كام وحصل له ايه، زاد ولا قل، الاكوليبيوم كوانتيتي بقت بتساوي كام وحصل لها ايه، زادت ولا قلت. فانا عارف اني الديماند بيبقى بوزيتيف ريليشن مع الاكوليبيوم برايس والاكوليبيوم كوانتيتي. يعني ايه بوزيتيف ريليشن؟ يعني بيتغيروا في ذا سيم دايركشن، يعني لو الديماند زاد الاكوليبيوم برايس والاكوليبيوم كوانتيتي هتزيد، لو الديماند قل الاكوليبيوم برايس والاكوليبيوم كوانتيتي هتقل، تمام؟ ده الديماند، ده لو الديماند بس هو اللي اتغير. طب لو السبلاي بس هو اللي اتغير، مثلا لو السبلاي زاد لاي بسبب اي فاكتور من الفاكتورز اللي احنا اخدناها، مثلا البرايس بتاع الانبوت قلت، فالكوست اوف برودكشن هيقل فالسبلاي هيزيد. برضو انا كنت عند الانترسكشن بوينت في الاول اهو، البرايس 1.5 والاكوليبيوم كوانتيتي كوانت ديماند ايكوال كوانت سبلاي ايكوال 10. طيب لو زي ما قلت البرايس بتاع الانبوت قل، فبالتالي السبلاي ويل انكريز وشفت رايت وورد، فلما السبلاي انكريز اند شفت رايت وورد، ده خلى الانترسكشن بوينت بقت هنا. ادي السبلاي بتاعنا عادي القديم زي ما هو، سوري الديماند بتاعنا القديم زي ما هو، واللي اتغير اللي هو السبلاي اللي بقى بالبينك. فبقى النيو انترسكشن ما بين السبلاي ما بين الديماند القديم والنيو سبلاي كيرف هنا. هنا دي يعني البرايس قل من 1.5 ل 1 والاكوليبيوم كوانتيتي زادت من 10 ل 15. يبقى لما السبلاي انكريز اكوليبيوم برايس ديكريز واكوليبيوم كوانتيتي انكريز. وده اللي قلناه، ان السبلاي مع البرايس نيجاتيف ريليشن ومع الكوانتيتي بوزيتيف ريليشن. فلما البرايس زاد الاكوليبيوم سوري لما السبلاي زاد الاكوليبيوم برايس قل من 1.5 ل 1 والاكوليبيوم كوانتيتي زادت من 10 ل 15. اوكي طب نشوف كده العكس، لو السبلاي قل لاي سبب وليكن ان البرايس اوف انبوت انكريز، لما الانبوت سعرها يزيد يعني الكوست اوف برودكشن زاد، فبالتالي السبلاي ديكريز اند شيفت ليفت وورد، فالسبلاي قل وشيفت ليفت وورد، فبقى النيو انترسكشن الديماند القديم مع النيو سبلاي بقت هنا. فلما السبلاي قل الاكوليبيوم برايس زاد من 1.5 ل 2.5 والاكوليبيوم كوانتيتي قلت من 10 ل 5
وده اللي احنا قلناه، ان البرايس مع السبلاي نيجاتيف ريليشن، لكن مع الكوانتيتي السبلاي مع الكوانتيتي بوزيتيف ريليشن. فلما السبلاي قل الاكوريبيوم برايس زاد والاكوريبيوم كوانتيتي قلت. تو سام اب كده تاني مع بعض، برضو بنعمل ريفرشمنت للي احنا قلناه من الاول خالص. شرحنا يعني equilibrium، يعني نقطة اتزان بتتحدد ازاي عن طريق ال intersection point between the demand وال supply curves. at intersection point ال quantity demanded بتساوي ال quantity supplied، وهي دي ال equilibrium point او نقطة الاتزان اللي عندها بيتحدد ال equilibrium price او سعر الاتزان. عند نقطة الاتزان ديت ما بيبقاش ولا في shortage عجز ولا في surplus فائض، والسعر ما بيتغيرش. طب امتى بيتغير الكلام ده؟ لما يكون عندي disequilibrium او عدم اتزان. هما حالتين، يا اما البرايس بيكون above الاكوريبيوم برايس ودي هنسميها surplus، وفي الحالة دي بيكون الكوانتيتي supplied more than الكوانتيتي demand. فto restore to the equilibrium او عشان ارجع الاكوريبيوم هضطر ان يحصل ايه؟ البرايس decrease والكوانتيتي demand increase والكوانتيتي supplied decrease. اوكي؟ لكن لو عندي shortage بيكون البرايس بيلو الاكويليبيوم برايس، so الكوانتيتي ديماند بتكون اعلى من الكوانتيتي سبلاي. فتو ريستور الاكويليبيوم او عشان ارجع تاني لنقطة الاتزان، محتاجة ان انا انكريز البرايس، ديكريز او اقلل من الكوانتيتي ديماند، وازود او انكريز الكوانتيتي سبلاي. بعد كده قلنا طب امتى بقى الماركت اكوليبيوم او الاكوليبيوم برايس والاكوليبيوم كوانتيتي ممكن يتغيروا؟ قلنا في حالات. امتى؟ لما الديماند بس هو اللي يتغير، او السبلاي بس هو اللي يتغير، او الديماند والسبلاي يتغيروا في نفس الوقت. طيب قلنا ايه؟ جمعنا كده، لو السبلاي بس هو اللي يتغير، هو اللي اتغير، فيبقى السبلاي بيكون positive relation مع ال quantity و negative مع ال price. يعني لو ال supply زاد ال quantity هتزيد وال price هيقل، ولو ال supply قل ال quantity هتقل وال price هيزيد. لكن لو ال demand بس هو اللي يتغير او هو اللي حصل له تغير، يبقى كده هيكون positive relation مع ال equilibrium price وال equilibrium quantity. يعني لو ال demand زاد ال equilibrium price وال equilibrium quantity هيزيدوا، ولو ال demand قل ال equilibrium price وال equilibrium quantity هيقلوا. طب على اي اساس ال equilibrium price او ال equilibrium سوري على اي اساس الديماند بيتغير ويحصل له شيفت، او السبلاي بيتغير ويحصل له شيفت؟ على اساس الفاكتورز اللي احنا اخدناها. لو رجعنا تاني وسمعنا المحاضرة رقم 2 بتاعة الديماند، هنلاقي ان انا قلت ان في فاكتورز بتأثر على الديماند، جمعناها في كلمة point، ودول اي واحد فيهم هيتغير هيسبب ان المنحنى الطلب او الديماند كيرف يحصل له شيفت او انتقال. وكمان في فاكتورز اخدناها في المحاضرة رقم المحاضرة رقم 3 اللي اخدناها في العرض او السبلاي، وجمعناها في كلمة انستب. اي فاكتور من الفاكتورز دول هيأدوا الى ان منحنى العرض بيتم انتقاله وينتقل. تمام؟ هو دول الفاكتورز اللي احنا جمعناهم في كلمة point و in step هيخلوا الديماند او السبلاي يحصل له شفت. اوكي؟ طيب الحالة التانية، ان لو الديماند والسبلاي الاتنين اتغيروا في نفس الوقت، تمام؟ في الحالة دي عندنا two scenarios او سيناريوهين. يا اما الديماند والسبلاي يتحركوا في سيم دايركشن، يعني الديماند والسبلاي يزيدوا او الديماند والسبلاي يقلوا. السيناريو الثاني ان الديماند والسبلاي يتحركوا في اوبوزيت دايركشن، يعني الديماند يزيد والسبلاي يقل، او السبلاي يقل والديماند يزيد. يبقى احنا تاني قلنا الاكويليبيوم برايس او الاكويليبيوم كوانتيتي بيتغيروا امتى؟ بيتغيروا في حاله ان الديماند او السبلاي واحد فيهم يتغير، او الديماند والسبلاي الاتنين يتغيروا في نفس الوقت. في الحالة دي لو الديماند والسبلاي يتغيروا في نفس الوقت، هيبقى عندي two scenarios، ان الديماند والسبلاي يتغيروا في the same direction
او السيناريو التاني الديماند والسبلاي يتغيروا في الاوبوزيت دايركشن. هنبدأ ان لو الديماند والسبلاي اتغيروا في ذا سيم دايركشن، يعني الاتنين زادوا مع بعض او الاتنين قلوا مع بعض، ده هيكون ايه تأثيره على الإكوليبيوم برايس والإكوليبيوم كوانتيتي؟ خلينا نشوف ايه التأثير على الإكوليبيوم برايس والإكوليبيوم كوانتيتي. لما الديماند والسبلاي بيزيدوا الاتنين بيزيدوا، بيبقى الإفكت على الإكوليبيوم أو الاتنين بيقلوا، بيكون الإفكت على الإكوليبيوم برايس uncertain، يعني مقدرش أحدده. ليه لما بيكون التغير في العرض والتغير في الطلب في نفس الاتجاه اللي حصل في الإكوليبيوم برايس مقدرش أحدده؟ طبعا بنقدر نحدده عن طريق ان مين اتغير اكتر، ولكن مجازا او بشكل عام مش بيقدر نحدده، وبنقول ان هو uncertain التغير في الإكوليبيوم برايس، علشان احنا قلنا ان الديماند مع الإكوليبيوم برايس positive relation والسبلاي مع الإكوليبيوم برايس positive relation. يعني لو الديماند زاد الإكوليبيوم برايس هيزيد، ولو السبلاي زاد الإكوليبيوم برايس هيقل. طب يعني مرة واحد هيخليه يقل والتاني يخليه يزيد، فعشان كده بيبقى uncertain، احنا مش عارفين ممكن يحصل له ايه. بيتحدد ازاي؟ لما نشوف مين التأثير بتاعه أقوى أو أكبر. يعني لو الشفت في الديماند هو الأكبر، يبقى بالتالي الديماند تأثيره هو اللي هيبقى أكتر. يعني لو الديماند زاد والسبلاي زاد، ولكن الزيادة في الديماند أكبر من الزيادة في السبلاي، يبقى البرايس هيزيد. تمام؟ ولكن بشكل عام إن لو الديماند كورف والسبلاي كورف تشينج ات سيم دايركشن، الإكوليبيوم برايس هيكون uncertain. اوكي، ولكن الاكوليبيوم كوانتيتي هتكون بوزيتيفلي ريليتد. يعني لو الديماند والسبلاي زادوا الاكوليبيوم كوانتيتي هتزيد، الديماند والسبلاي قلوا الاكوليبيوم كوانتيتي هتقل. خلينا نشوف كده. مثلا لو انا الديماند زاد نتيجه ان انا البريفرنسز بتاعتي مع البرودكت دي، فالديماند زاد شفت تو ذا رايت، والسبلاي زاد نتيجه الانبوت برايسز قلت فالسبلاي زاد وهو كمان شفت تو ذا رايت. فانا في الاول كنت عند الانترسكشن اكويليبيوم بوينت دي، كان الاكويليبيوم برايس 1.5 والاكويليبيوم كوانتيتي ب 10، ولكن لما الديماند زاد وشفت تو ذا رايت والسبلاي زاد هو كمان وشفت تو ذا رايت، بقى عندي نيو انترسكشن بوينت او نيو اكويليبيوم بوينت، اللي هي البوينت اللي نتجت عن الانترسكشن ما بين النيو سبلاي كيرف والنيو ديماند كيرف اللي هما باللون البينك. فبقى الاكويليبيوم بوينت هنا اللي عندها الاكويليبيوم كوانتيتي 1.5 سوري الاكويليبيوم برايس 1 لسه uncertain، انا مش عارفاه. تمام، هل هو زاد ولا قل انا مش عارف، ولكن الاكوليبيوم كوانتيتي زادت بعد ما كانت ب 10 بقت ب 20. يبقى لما الديماند والسبلاي زادوا او الاثنين اتغيروا في السيم دايركشن، الاكوليبيوم كوانتيتي زادت ولكن الاكوليبيوم برايس uncertain. لو لقينا ان الاكوليبيوم ديماند سوري لو لقينا الديماند والسبلاي الاثنين قلوا، فطبعا الاكوليبيوم كوانتيتي هتقل هي كمان. زي ما احنا شايفين، احنا كان الاكوليبيوم برايس والاكوليبيوم كوانتيتي كان 1.5 اكوليبيوم برايس و10 اكوليبيوم كوانتيتي. لما الديماند قل وشفت تو ذا ليفت، ولما السبلاي قل وشفت تو ذا ليفت، بقت النيو اكوليبيوم هنا. البرايس uncertain لكن الكوانتيتي قلت من 10 ل 5، وده اللي انا قلته اني ولخصناه في التيبل، اني لما ال supply والديماند بيتغيروا at the same direction البرايس uncertain لكن الكوانتيتي بتكون positive relation. لو الديماند والسبلاي الاثنين زادوا الاكوليبيوم كوانتيتي هتزيد، لو الديماند والسبلاي الاثنين قلوا الاكوليبيوم كوانتيتي هتقل. السكند سيناريو لما الديماند والسبلاي الاثنين بيتغيروا مع بعض، ولكن at opposite direction. opposite direction يعني الكوانتيتي هي اللي uncertain. ليه؟ لو لقينا مثلا ان الديماند قل والسبلاي زاد، لما الديماند هيقل ده هيقلل الكوانتيتي، طب لما السبلاي يزيد
هيزود ال quantity. طب هي هتقل ولا هتزيد؟ فهتبقى uncertain. تمام؟ فلما ال demand يقل وال supply يزيد، ال price هيحصل له ايه؟ هيقل، لان احنا عارف قلنا ان ال equilibrium price مع ال demand positive relation ومع ال supply negative relation. يعني لو ال demand قل ال price هيقل، ولو ال supply زاد ال price ال equilibrium price هيقل. تمام؟ فخلوكوا ايه يعني عارفينها من حاجه واحده عشان ما تتلخبطوش. طالما الديماند قل يبقى البرايس هيقل. اوكي، يبقى لو الديماند والسبلاي اتحركوا او اتغيروا في اوبوزيت دايركشن، الكوانتيتي هي اللي انسرتن، والبرايس هيتغير بوزيتيفلي مع الديماند ونيجاتيفلي مع السبلاي. نيجي هنا برضو نشوف، لو انا كنت عند الاكوليبيوم، ادي السبلاي كيرف والديماند كيرف، الاكوليبيوم برايس 1.5 والاكوليبيوم كوانتيتي 10. اوكي، طيب لو حصل ولقيت ان الديماند قل، مثلا نتيجه ان انا البريفرنسز بتاعتي اجينست البرودكت، فالديماند قل وشفت تو ذا ليفت، والبرايس زاد نتيجه مثلا ان الانبوت برايسز قلت فالبرايس انكريز وشفت تو ذا رايت، فبقى الانترسكشن ما بين الاثنين كيرفز الجداد اللي بالبينك اهو هنا بقى الاكوليبيوم كوانتيتي انسرتن، لكن الاكوليبيوم برايس حصل له ايه؟ قل من 1.5 ل 1. ليه؟ علشان الديماند ديكريز والسبلاي انكريز، هو بوزيتيف ريليشن مع الديماند، يعني الديماند ديكريز البرايس هيديكريز، ونيجاتيف ريليشن مع السبلاي، السبلاي زاد فالبرايس هيقل. اوكي، والشكل التاني لو عكسنا، لو الديماند هو اللي زاد وشفت تو ذا رايت والسبلاي قل شفت تو ذا ليفت، هنلاقي ان البرايس هو كمان هيزيد، ولكن الكوانتيتي انسرتن اهو، والبرايس زاد من 1.5 ل 2 عشان الديماند زاد، فالبرايس هيزيد، وعشان السبلاي قل فنيجاتيف ريليشن البرايس هيزيد. اوكي، يبقى تاني تو سام اب كده، كل اللي احنا قلناه جمعت لكم كله في سلايد واحد. بس هبدأ دلوقتي أقول لكم إحنا قلنا إيه من أول خالص لغاية دلوقتي علشان كده نراجع مع بعض. أنا قلت من أول اللكتشر دي بدأت معاكم إن إحنا اتكلمنا عن الإكوليبيوم، وقلنا إن الإكوليبيوم بيتحدد عن طريق الانترسكشن ما بين أو نقطة التقاطع بين الديماند أند سبلاي كيرفز. عند الإكوليبيوم بوينت بتتحدد الإكوليبيوم برايس اللي عنده الكوانتيتي سبلايد إيكوال الكوانتيتي ديماندد، أو الكمية المطلوبة بتساوي الكمية المعروضة. اوكي، بعد كده قلنا ان عند الاكوليبيوم دي مفيش ولا شورتج عجز ولا سوربلس فائض، والبرايسز ما بتتغيرش. طب امتى بيبقى عندي عجز او فائض؟ في حاله الديس اكوليبيوم او عدم الاتزان. في حاله الديس اكوليبيوم او عدم الاتزان عندي تو سيناريوز. اول سيناريو، لو كان البرايس اباف الاكوليبيوم برايس يبقى انا عندي سوربلس، يعني الكوانتيتي سبلايد مور ذان الكوانتيتي ديماندد، فانا عشان ارجع للايكوليبيوم محتاج ان انا اقلل البرايس وازود الكميه المطلوبه الكوانتيتي ديماند، واقلل الكميه المعروضه الكوانتيتي سبلايد. رقم 2 او السيناريو الثاني، ان انا عندي شورتج. يعني ايه شورتج؟ شورتج معناها ان انا عندي البرايس بيلو الايكوليبيوم برايس، السعر اقل من سعر الاتزان. في هذه الحاله بيكون عندي الكوانتيتي ديماندد مور ذان كوانتيتي سبلايد، الكميه المطلوبه بتكون اعلى من الكميه المعروضه. وفي الحاله دي بنكون احنا محتاجين عشان نرجع للايكوليبيوم ان احنا نزود البرايس ونقلل الكمية المطلوبة الـ QD، ونزود الكمية المعروضة الـ QS عشان ألغي الشورتج وأرجع تاني للإكوليبيوم. بعد كده قلنا طب إيه اللي بيخلي الإكوليبيوم كوانتيتي أو الإكوليبيوم برايس أو الاتنين مع بعض يتغيروا؟ إني السبلاي يتغير أو الديماند بس اللي يتغير، أو الاتنين يتغيروا، سواء الاتنين يتغيروا في نفس الوقت في عكس الاتجاه أو في نفس الاتجاه. فقلنا اول حاجه لو الديماند بس هو اللي يتغير، فكده الاكوليبيوم برايس والاكوليبيوم كوانتيتي بوزيتيف ريليتد مع الديماند. يعني لو الديماند زاد الاكوليبيوم برايس والاكوليبيوم كوانتيتي هتزيد، لو الديماند قل الاكوليبيوم برايس والاكوليبيوم كوانتيتي هيقل. اوكي، طب هو الديماند هيتغير على اساس ايه؟ على اساس الفاكتورز اللي احنا جمعناها في كلمه بوينت وقلناها في المحاضره الثانيه.
طب لو السبلاي بس هو اللي يتغير، امتى بيتغير؟ برضو على اساس الفاكتورز اللي احنا جمعناها وقلناها في المحاضرة الثالثة، وجمعناها في كلمة in step. لو السبلاي اتغير بس من غير اي حاجة تانية تتغير، يعني الديماند ما اتغيرش، الاكويليبريم برايس هيتغير ولكن في عكس اتجاه، هو نيجاتيف ريليشن مع السبلاي، والكوانتيتي بوزيتيف ريليشن مع السبلاي. يعني لو السبلاي زاد الكوانتيتي هتزيد والاكوليبيوم برايس هيقل، لو السبلاي قل الاكوليبيوم كوانتيتي هتقل والاكوليبيوم برايس ايه هيزيد. يبقى قلنا امتى الاكوليبيوم بوينت بتتغير؟ في حاله ان لو الديماند بس هو اللي اتغير، السبلاي بس هو اللي يتغير، ثلاثه الديماند والسبلاي اتغيروا مع بعض في نفس الوقت. في الحاله دي، الحاله الثالثه دي، عندنا تو سيناريوز. السيناريو الاول ان الديماند والسبلاي اتغيروا at the same direction، وفي الحاله دي بيكون البرايس uncertain، ما اقدرش ان انا احدده. فلو الديماند والسبلاي الاثنين زادوا الكوانتيتي هتزيد، ولو الديماند والسبلاي الاثنين قلوا الاكوليبيوم كوانتيتي هتقل ولكن البرايس uncertain. السيناريو الثاني ان التشينج في البراي، التشينج في الديماند والتشينج في السبلاي هيكون ات اوبوزيت دايركشن. فلو الاثنين اتغيروا في اوبوزيت دايركشن او في اتجاه معاكس، واحد زاد والتاني قل، بيكون هنا الكوانتيتي هي اللي انسرتن. والبرايس بيتغير ازاي؟ ان لو الديماند زاد والسبلاي قل يبقى الاكويليبيوم برايس هيزيد، عشان قلنا البرايس والديماند بوزيتيف ريليشن والبرايس والسبلاي والبرايس نيجاتيف ريليشن. لو الديماند قل والسبلاي زاد يبقى الاكوليبيوم برايس ايه هيقل. اوكي، وده اللي لخصناه هنا في التيبل الموجود قدامنا ده. اوكي، انتوا ده التيبل ده هيساعدكم ان انتوا تحلوا الكويستشنز اللي هي بتاعه ام سي كيو او بتاعه الترو اور فولس من غير ما انتوا ترسموا. تمام، بس انتوا فاهمين ليه uncertain، ليه زاد وليه قل من الرسمة والحاجة اللي احنا شرحناها. اوكي، نبدأ بقى دلوقتي نشوف ممكن شكل الاسئلة يجي ازاي، ونفكر مع بعض ايه الافكت على السبلاي وعلى الديماند. طب لو الديماند اتغير والكلام اللي انا ايه قلته كله ده. اوكي، يلا بينا نبدأ سوا. اول سؤال بيقول لي What is the effect on equilibrium price and equilibrium quantity of coffee if the price of tea increases? Okay, طيب هو ال price of tea ده، هو ال tea وال coffee قلنا ان هما substitutes، وال substitutes او ال price بتاع related good هنا هيأثر على ال demand اللي هو positively related. فلما البرايس مع لما البرايس بتاع ال تي هيزيد، اوكي، ده هيزود الديماند اوف كوفي، فالديماند اوف كوفي هيزيد. احنا قلنا لما الديماند بس هو اللي يزيد يبقى كده البرايس والكوانتيتي هيزيدوا positively related. يعني انا عارف ان البرايس هيزيد، الاكويليبيوم برايس هينكريز والاكويليبيوم كوانتيتي اوف كوفي ويل انكريز. بصوا في الرسمة، ادي لما الديماند زاد الاكوليبيوم برايس زاد ل 2.5 بعد ما كان 1.5، والاكوليبيوم كوانتيتي زادت ل 15. تاني انتوا مش عليكم ان انتوا ترسموا، ولكن لازم تبقوا فاهمين الجراف. يعني الجراف ممكن يجي ليكم مرسوم وتقولوا ايه اللي حصل، البرايس الاكوليبيوم برايس اكوليبيوم كوانتيتي بيفور التشينج، والاكوليبيوم برايس اكوليبيوم كوانتيتي افتر التشينج، اند سو اون. تاني سؤال بيقول لي طيب ايه الافكت لو ال price of sugar decreases؟ هو ال sugar وال coffee complement، فلما ال price بتاع، وده negative related في حالة ال demand، يعني لو ال price بتاع ال sugar قل معناها ان ال demand على ال coffee هيزيد. فنفس التأثير لما ال demand increase and shift rightward and the supply is fixed, so we will the equilibrium quantity and equilibrium price will increase. Okay, بيقول لي what is the effect on equilibrium price and equilibrium quantity لما يبقى عندي more firms produce الكوفي. More firms produce الكوفي
ده من الفاكتورز اللي بتأثر على السبلاي، اللي في كلمة in step in اللي هي number of suppliers أو number of sellers. فلما يبقى عندي more firms بتبيع قهوة، معناها ان السبلاي will increase and the shift rightward. فلما السبلاي بس هو اللي بيزيد والديماند adds is the same، قلنا السبلاي مع الكوانتيتي بوزيتيف ومع الاكويليبيوم برايس نيجاتيف. يعني لو السبلاي زاد الاكويليبيوم كوانتيتي هتزيد، والاكويليبيوم برايس نيجاتيف ريليشن يعني الاكويليبيوم برايس هيقل لما السبلاي يزيد. فانا من غير ما ارسم انا عارف، ولكن لو بصينا للرسمه لما السبلاي شيفت رايت وورد لقيت هنا النيو اكويليبيوم، الاكويليبيوم برايس قل من 1.5 ل1، والاكويليبيوم كوانتيتي فعلا زادت من 10 ل 15. يبقى لما السبلاي زاد الاكويليبيوم برايس قل والاكويليبيوم كوانتيتي زادت. يجي يقول لي ايه الافكت برضو لو الوركرز ويجز انكريزز. احنا قلنا الوركر ويجز ده الويجز دي هي بتاعت الليبر، والليبر ده انبوت. فلما الانبوت البرايس بتاعها بيزيد، معناه ان الكوست اوف برودكشن او تكلفه الانتاج بتزيد. ولما تكلفه الانتاج بتزيد ده من ضمن الفاكتورز اللي بتاثر على السبلاي ان ستيب اي انبوتس نيجاتيف ريليشن. فلو الكوست اوف برودكشن او الانبوت زاد البرايس بتاعها زاد، السبلاي هيقل. ولما السبلاي يقل اند شيفت ليفت وورد، لما السبلاي يقل والديماند فيكسد، ده هيعمل ايه؟ هيقلل من الاكويليبيوم كوانتيتي ويزود من الاكويليبيوم برايس. لو بصينا برضو ادي نيو اكويليبيوم، الاكويليبيوم برايس زاد من 1.5 ل 2.5، والاكويليبيوم كوانتيتي فعلا قلت من 10 وصلت ل 5. اوكي، عرفتوا ليه التابل ده بيجمع وبيسهل اكتر؟ انت فاهم ده ليه حصل جرافيكلي او بالرسم البياني، وفي نفس الوقت انت عارف ايه اللي حصل من قبل ما ترسم. وهو ده شكل الاسئله، هو بيجيب لك الفاكتور ويقول لك ايه الافكت. طيب لو بصينا هنا بيقول لي what is the effect on the equilibrium price and equilibrium quantity if the price of tea decreases and more farmers produce coffee. هنا انا عندي 2 factors، نقسم حاجة حاجة. اول factor بيقولي price of tea decreases، التي ده substitute للكوفي، فبالتالي ال substitute positively related. يعني لما ال price بتاع التي هيقل، ال demand on coffee decrease and the shift leftward. ده اول حاجة. تاني factor more firms، more firms ده بيأثر من الفاكتورز اللي بتأثر على supply positive. يعني لو المور حصل مور فيرمز يعني السبلاي انكريز اند شيفت رايت وورد. يبقى انا هنا الديماند ديكريز والسبلاي انكريز، يبقى حصل ايه؟ ان الديماند والسبلاي اتحركوا واتغيروا يعني ات ذا سيم تايم، ولكن ات اوبوزيت دايركشن. طالما في اوبوزيت دايركشن او في اتجاهين مختلفين، قلنا الكوانتيتي انسرتن. طب والبرايس هيحصل له ايه؟ هو هنا الديماند ديكريز، يبقى الاكويليبيوم برايس ديكريز. انا عارف ده، ابص على الرسمه، ادي الاكويليبيوم، ادي اللي كان الاكويليبيوم بيفور اي تشينجز عند 1.5 والاكويليبيوم كوانتيتي 10. لما السبلاي انكريز اند شيفت رايت وورد والديماند ديكريز اند شيفت ليفت وورد، النيو اكويليبيوم بوينت بقت هنا، فالكوانتيتي انسرتن والاكويليبيوم برايس فعلا ديكريزز. اوكي، فهنا جمع لنا ان الديماند والسبلاي الاثنين اتحركوا ولكن في opposite direction او اتجاه مختلف. فطالما في opposite direction بيكون الاكويليبيوم كوانتيتي هي ال uncertain. اوكي، هنا بقى اسئلة MCQ. The equilibrium quantity will decrease، الاكويليبيوم كوانتيتي هتقل، and the price might rise، والprice يزيد، or stay the same when. بيقول لي امتى الاكويليبيوم كوانتيتي هتقل والبرايس ممكن يزيد وممكن يفضل زي ما هو. ده امتى؟ واحد، لما الديماند والسبلاي انكريز. لا، لو الديماند والسبلاي زادوا ده هيزود من الكوانتيتي. ب، ان الديماند فور جود انكريز والسبلاي اوف ات ديكريز، يعني الديماند هيزيد والسبلاي هيقل، الاثنين في اوبوزيت دايركشن. اوبوزيت دايركشن بتكون الكوانتيتي انسرتن،
فده مش الاختيار بتاعنا. C ال demand decrease وال supply increase برضو نفس الكلام، طالما opposite direction بيكون أصلا ال quantity uncertain. دي إن ال demand وال supply قلوا فعلا، لما ال demand بيقل وال supply بيقل ال إيه ال quantity هتقل هي كمان، وال price بيكون uncertain، عشان كده هو ممكن يقل وممكن يفضل زي ما هو، فبيبقى uncertain امتى؟ لما الديماند والسبلاي الاثنين بيتغيروا في نفس الوقت at the same direction. فطالما الديماند والسبلاي قلوا الاكوليبيوم كوانتيتي هتقل والاكوليبيوم برايس انسرتن، عشان كده الاختيار بتاعنا هو الاختيار دي. السؤال اللي وراه بيقول لي when supply and demand both increases، الاثنين الديماند والسبلاي اتحركوا في نفس الوقت وفي the same direction، طالما same direction يبقى الاكوليبيوم برايس بتاعي uncertain، الاثنين زادوا يبقى الكوانتيتي equilibrium quantity هتزيد، فالإجابة B quantity increases. السؤال اللي وراه بيقول لي when market is in equilibrium there is no shortage and no surplus. خلاص احنا قلنا لو انا عند الإكوليبيوم ما عنديش ولا shortage ولا surplus. السؤال اللي وراه بيقول لي if the price of a video download is below the equilibrium price، لو البرايس بتاعنا below the equilibrium price. من قبل ما اكمل السؤال، طالما انا below the equilibrium price يبقى انا عندي shortage، انا براجع معاكم واحنا بنحل. فطالما انا البرايس below the equilibrium price يعني عندي shortage يعني الكوانتيتي demand more than الكوانتيتي supply، الكمية المطلوبة بتكون اعلى من الكمية المعروضة، وانا علشان ارجع تاني للإكوليبيوم محتاج ان انا ازود البرايس او اقلل الكوانتيتي ديماند او ازود الكوانتيتي سبلاي. نشوف بقى سؤالنا بيقول لي ذا كوانتيتي سبلايد از، طبعا للزان احنا قلنا لما انا بيكون عندي شورتج بيكون الكوانتيتي ديماند هي الاعلى، فهنا الكوانتيتي سبلاي هتكون اقل من الكوانتيتي ديماند less. if the price of a video download is above the equilibrium، لو انا above the equilibrium احنا لو انا above الإكوليبيوم هيكون عندي surplus يعني الكوانتيتي سبلاي بتكون اعلى من الكوانتيتي ديماند، عشان كده بيقول الكوانتيتي سبلاي greater، فالاجابه الكوانتيتي سبلاي لزان الكوانتيتي ديماند في حاله الشورتج، والكوانتيتي سبلاي greater than الكوانتيتي ديماند في حاله السيربلس. بيقول لي if the price of a CD is equal to the equilibrium price، أنا عند الإكوليبيوم إحنا قلنا في الإكوليبيوم there is neither a shortage nor surplus والprice ما بيتغيرش، تمام؟ لو أنا عند الإكوليبيوم ما عنديش ولا عجز ولا فائض وكمان الprice ما بيتغيرش، خلاص إحنا في وضع اتزان، إحنا واقفين عند الإكوليبيوم، إكوليبيوم يعني أنا عندي حالة اتزان، فما فيش البرايس مش هيتغير، وفي نفس الوقت أنا ولا عندي شورتج ولا عندي سيربلس. السؤال اللي وراه بيقول لو الكوانتيتي ديماند أعلى من الكوانتيتي سبلايد يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى ده اسمه شورتج، والبرايس بيكون بيلو أو أقل من الإكوليبيوم برايس. لكن لو قال لي الكوانتيتي سبلايد إكسيدز أو أعلى من الكوانتيتي demanded يبقى انا كده عندي surplus يعني انا above الequilibrium price. اوكي بيقول لي if the quantity supplied exceeds the quantity demanded، لو ال quantity supplied اوكي اعلى من ال quantity demanded اللي انا قلته اهو دلوقتي، then there is a surplus وال price بيكون above الequilibrium price. اوكي جايب لي كده هنا جراف بيقول لي ده اللي انا بقول لكم عليه، انتوا ما يجيلكوش ان انت ترسم، ولكن يجي لك جراف مرسوم اوريدي ويقول لك اسئله على الجراف ده، فعشان كده لازم نبقى متدربين عليه. بيقول لي in this market equilibrium price and equilibrium quantity would be، احنا قلنا الاكوليبيوم امتى؟ في الانترسكشن بوينت، يعني عند الانترسكشن او نقطه التقاطع هنا الاكوليبيوم برايس ب 10 والإكوليبيوم كوانتيتي ب 50. اوكي بيقول لي لو البرايس ماركت كارنتلي 14، 14 هنا احنا قلنا الإكوليبيوم عند 10، ف 14 هنا يعني انا عندي سيربلس لان البرايس اباف الإكوليبيوم، ال 14 اعلى من ال 10، سيربلس يعني انا عندي اكسس ايه سبلاي او سيربلس،
يعني ال quantity supplied أعلى من ال quantity demanded بقد إيه. نشوف كده عند 14 هو هيخبط في ال demand curve ده عند 30، يعني ال QD ب 30 ب 30، وهيخبط على supply curve أهو يعني ال QS ب 70. يعني ال QS ب 70 وال QD ب 30، 70 minus 30 equal 40، 70 ناقص 30 ب 40، يبقى انا عندي surplus ب 40. اوكي ادي اهو اشوف عند ال 14 انا هخبط في الديماند كيرف فين؟ عند 30، يعني الكميه المطلوبه 30، وهخبط في السبلاي كيرف عند 70، يعني الكميه المعروضه 70. يبقى ال 70 ناقص ال 30 بطرح الكميه المعروضه ناقص الكميه المطلوبه، هيديني على طول الفائض او السيربلس بقد ايه، اللي هو ب 40. اوكي طيب لو البرايس بيقول لي currently at 8 dollars، يعني لو البرايس at 8 انا عندي الاكوريبيوم بتاعي 10، 8 ده يعني انا بيلو، يعني انا عندي شورتج. شورتج بقد ايه؟ نفس الكلام، ال 8 ده خبط في ده سبلاي كيرف. اول حاجه السبلاي عند 40، يعني ال QS أو الكمية المعروضة 40، أوكي، وخبط في ال demand يعني ال QD عند 60، أوكي. هنا بيقول لي ال quantity supply أهو ب 40 وال quantity demanded بتاعتي ب 60. طب shortage بقد إيه؟ ال 60 ناقص ال 40 هيطلع لي على طول إني العجز ب 20 أو الشورتج ب 20، أوكي. فابقى عارف كويس ايه ازاي انا بجيب الايه الكلام بتاعنا من على الجراف. يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن الماركت اكويبيوم والبرايس از ريجوليتر، وازاي بيحصل برايس ادجستمنت عشان ارجع تاني للاكويبيوم، وايه اللي بيحصل عشان يتغير الماركت اكويبيوم. فيلا نبدا تاني كده بسرعه اقول لكم كده اسامرايز اب البوينتس اللي احنا قلناها النهارده كلها، وانا بتكلم يا ريت انتوا كمان تكونوا بتسمعوا لنفسكم او كانكم بتشرحوا لنفسكم تاني، وتشوفوا انتوا ايه فاهمينه وايه مش فاهمينه او حاجه واقعه منكم، فنراجع تاني مع بعض. يلا دلوقتي نبدا. احنا بدانا ان احنا اخدنا ايه هو الاكوريبيوم او ايه هو الاتزان، وقلنا ان الاكوريبيوم بوينت بتتحدد عن طريق الانترسكشن بوينت بتوين الديماند كيرف والسبلاي كيرف، نقطه التقاطع ما بين نقطه التقاطع قلنا اللي هي ما بين منحنى الطلب ومنحنى العرض، هي دي نقطه التوازن اللي عندها بيتحدد سعر التوازن وكميه التوازن. الاكوليبيوم برايس اللي بيتحدد لما بيكون الكوانتيتي ديماندد ايكوال الكوانتيتي سبلايد. اوكي بعد كده قلنا اني عند نقطة التوازن دي او عند الاكوريبيوم there is neither shortage nor surplus and no change in the price level، دي نقطة اسمها توازن، اتزان، استقرار، ولا عندي فيها فائض وما عنديش كمان عجز والسعر مش بيتغير. طب امتى بيحصل عدم اتزان؟ لما بيكون البرايس اعلى من الاكوريبيوم برايس، في الحالة دي بيكون عندي surplus او فائض، و بيكون الكوانتيتي سبلاي اعلى من الكوانتيتي ديماند، يعني الكميه المعروضه اعلى من الكميه المطلوبه. وعشان ارجع تاني للاكوليبيوم هقلل البرايس وهزود الكوانتيتي ديماند وهقلل الكوانتيتي سبلاي. السيناريو التاني ان يكون البرايس اقل من الاكوليبيوم برايس، وده بيكون اسمه شورتج او عكس. في الحاله دي الكميه المطلوبه الكيو دي بتكون اعلى من الكميه المعروضه الكيو اس الكوانتيتي سبلاي. وعشان ارجع تاني للاكوريبيوم فانا محتاج ان انا ازود البرايس او اقلل من الكوانتيتي ديماند الكميه المطلوبه اقللها، او ازود من الكوانتيتي سبلاي الكميه المعروضه ازودها، لغايه ما اوصل للاكوريبيوم بوينت. اوكي بعد كده قلنا طب امتى نقطه التوازن دي او الاكوريبيوم بوينت بتتغير، يعني امتى الاكوريبيوم برايس بيتغير او الاكوريبيوم كوانتيتي بتتغير او الاثنين بيتغيروا سواء اكوريبيوم برايس او كوانتيتي؟ طب عن طريق ان يا اما الديماند بس هو اللي يتغير او السبلاي بس هو اللي يتغير، او الاتنين يتغيروا في نفس الوقت سواء في نفس الاتجاه او في عكس الاتجاه. طب هو الديماند ده هيتغير على اساس ايه؟
على أساس الفاكتورز اللي أخدناها في المحاضرة التانية وجمعناهم في كلمة point. ال P ال price of related goods لو اللي هم substitute positive relation complement negative relation. ال O ال outlook أو ال expectations وقلنا positive relation. ال I ال income لو normal good positive لو inferior good negative. ال N ال number of consumer positive relation. ال T ال tests أو ال preferences لو هي with the product بيبقى positive لو هي against the product بيبقى negative relation. لكن الفاكتورز اللي بتأثر على السبلاي ودي أخدناها في المحاضرة رقم 3 وجمعناها في كلمة in step. ال I ال input وده negative relation. ال N number of suppliers أو number of firms أو number of producers ودي positive relation. ال S ال state of nature زي البراكين والفيضانات والكوارث الطبيعية ودي negative relation. ال T ال technology. وال P ال price of related good لو كان substitute بيبقى negative relation لو كان complement positive relation. وال E اللي هي عبارة عن ال expected future price وبيكون negative relation. فلو أي factors من الفاكتورز دول أو الفاكتورز اللي بتأثر على demand تغيروا هيأثر على الديماند والسبلاي وبالتالي هيغير في الإكوليبيوم كوانتيتي والإكوليبيوم برايس. فأخدنا أول حالة لو الديماند بس بيتغير، فقلنا لو الديماند بس هو اللي اتغير فده بيؤدي إلى إني الإكوليبيوم برايس والإكوليبيوم كوانتيتي بوزيتيف ريليشن، يعني لو الديماند زاد الإكوليبيوم كوانتيتي وبرايس هيزيدوا، لو الديماند قل الإكوليبيوم برايس وكوانتيتي هيقلوا. تاني حاجة لو السبلاي بس هو اللي اتغير فهيبقى بوزيتيف مع الكوانتيتي ونيجاتيف مع الإكوليبيوم برايس. يعني ايه؟ لو السبلاي زاد الإكوليبيوم كوانتيتي هتزيد والإكوليبيوم برايس هيقل، ولو السبلاي قل يبقى الإكوليبيوم كوانتيتي هيقل والإكوليبيوم برايس هيزيد. السكند كيس وهي في حالة ان يبقى احنا اخدنا لو الديماند بس اتغير وبعد كده لو السبلاي بس اتغير. سوري، الثيرد كيس لو الديماند والسبلاي اتغيروا هما الاتنين في نفس الوقت. في الحالة دي عندي تو سيناريوز. الفيرست سيناريو او السيناريو الاولاني ان لما الديماند والسبلاي الاتنين يتغيروا في نفس الوقت at the same direction او في نفس الاتجاه، ففي الحالة دي بيكون البرايس uncertain والكوانتيتي بتزيد بتتغير في نفس الاتجاه. يعني لو الديماند والسبلاي زادوا الكوانتيتي هتزيد، لو الديماند والسبلاي قلوا الاكوليبيوم كوانتيتي هتقل. لكن السكند سيناريو في حالة ان الديماند والسبلاي يتغيروا في نفس الوقت ولكن في opposite direction في عكس الاتجاه، ففي الحالة دي الكوانتيتي هتكون uncertain والبرايس هيبقى زي التغير في الديماند مثلا. فلو الديماند قل والبرايس لو الديماند قل والسبلاي زاد فالإكوليبيوم برايس هيقل، لو الديماند زاد والسبلاي قل فالإكوليبيوم برايس هيزيد هو كمان والإكوليبيوم كوانتيتي uncertain. فبكده احنا بنكون لخصنا كل اللي احنا اخدناه النهاردة واللي بيتلخص في الفور بوينتس اللي احنا قدامنا، اللي هو معنى الماركت إكوليبيوم والإكوليبيوم كوانتيتي والإكوليبيوم برايس، ازاي البرايس بيشتغل as a regulator في حالة الشورتج او السيربلس وبيعمل برايس adjustment وبيحصل adjustment عشان ارجع تاني للإكوليبيوم. بعد كده اخدنا التشينج في الماركت إكوليبيوم في حالة لما الديماند بس اللي يتغير او السبلاي بس اللي يتغير، او كمان في حالة ان الديماند والسبلاي يتغيروا الاثنين في نفس الوقت. وفي الحالة الثالثة دي قدامنا زي ما قلت قلنا عندنا تو سيناريوز، السيناريو الاولاني لو الديماند والسبلاي يتغيروا في opposite direction، والسيناريو الثاني لو الديماند والسبلاي يتغيروا في same direction. وبهذا نكون قد انتهينا من المحاضرة الرابعة في مقرر Introduction to Economics والتي كانت بعنوان Market Equilibrium. وأراكم في حلقة النقاش على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.